كشفت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات لانسي سنيل عن أن المرتزقة السوريين والذي تم نقلهم أو نقلهم أردوغان إلى ليبيا هم نادمون ويرغبون في العودة لبلادهم بعد الخسائر التي لحقت بهم وتزايد عدد القتلى في صفوفهم. وقالت لانسي في تحقيق استند إلى شهادات من المرتزقة إنهم تلقوا وعودا من قيادات في حكومة الوفاق برواتب تصل إلى 3000 دولار شهريا، لكنهم لم يحصلوا على هذه المبالغ، كما أن معظم الوعود الأخرى والتي تعهدت بها القوات التركية لم تحقق، وفي مقدمتها منحهم وعائلاتهم الجنسية التركية. ونقلت أيضا الصحفية الأمريكية عن مرتزقة سوريين أن بعض الميليشيات الليبية قتلت عناصر منهم بسبب رفضهم القتال ضد الجيش الوطني. وللمزيد من المتابعة حول هذا الخبر ينضم إلينا الآن هاتفيا من برلين السيد فايق دلو المحلل السياسي. أستاذ فايق، أرحب بك إلى هذه الجولة الإخبارية. يعني كيف تابعت في البداية هذا التحقيق الاستقصائي والتي قامت به الصحفية الأمريكية لانسي سنيل في ليبيا؟ وفي رأيك يعني ما هو مردود هذه التقارير والتي بدأت تخرج واعترافات من ذهبوا للحرب في ليبيا بسوء المعاملة وبعدم وفاء ولا أردوغان ولا حكومة الوفاق بوعودهم تجاههم؟ نعم، تحية لك أخت فيروز ولقناتكم ولمشاهديكم. بداية، لماذا الآن هذا التقرير، أن خاصة بخصوص التقرير أنه أثبت أنه أردوغان ولم يوفي بوعده والمرتزقة السوريين الذي أرسلهم إلى ليبيا والآن هم يائسون وهم لم يكتفوا بوعده، سواء كانت حكومة سراج ولا أردوغان، لماذا هذا بالضبط في هذا الوقت هذا التوقيت؟ وهو معروف أن أردوغان، خاصة أردوغان، شخصية خطرة جدا، لأن أنا كما برأيي واعتقادي هذا أردوغان هذا يتم لقاح عثماني إخواني. وهو طيب لماذا هذا التوقيت سيد فايق في رأيك؟ فالتوقيت هذا أنا بدأ، هذا بدأ المؤشرات أن بدأ المواقف الدولية، أننا أشعر أن المواقف الدولية بدأ يتحركون أن ضد أردوغان وسياساته وخاصة في ليبيا، فلذلك بدأوا يعني مثل ما نقولوا خطوة خطوة، أنه أردوغان قلب على المرتزقة وهم يائسون وكذا. ما هو أردوغان متقلب من بداية الثورة السورية على السوريين، لا هي شخصية لا أخلاق له ولا أمانة له. طيب سيد فايق، دعني هنا أسألك سؤال. أيضا تواردت عدة تقارير صحفية في الفترة والآونة الأخيرة تقول بأن بعض يعني المسلحين السوريين والفصائل المسلحة رفضت الذهاب إلى ليبيا، وبناء عليه قام أردوغان بقطع أيضا التمويل عن هذه الفصائل والتي رفضت القتال في ليبيا إلى جانب صفوف ميليشيات حكومة الوفاق. ما حقيقة ذلك وما مردوده أيضا على الداخل السوري؟ هو حقيقة بطبيعة الحال أن هدول عندما جند أردوغان هؤلاء السوريين أو المرتزقة من السوريين، خلينا نكون منصفين أن أردوغان يضعهم وخاصة في داخل تركيا، وضعهم واستعملهم ووضعهم تحت الضغط، سواء كان في المخيمات، سواء كانت من طريق عوائلهم ومن الخدمات إلى ما هنالك. فلذلك أردوغان وضعهم تحت أمر الواقع أن لا خيار لهم إلا أن يكون بإمرته، أن يكون مرتزقا وأن يحاربون من أجله. فهذا بدأنا، وكل هذه الأعداد الهائلة كلهم ليس هم يعلمون أن أردوغان ماذا يفعل في بلدهم وفي وطنهم وفي عوائلهم وأناسهم، ولكن وبالتأكيد أيضا سيد فايق هم يعني ليسوا مغيبين، وهم فصائل مسلحة يعني قتلت وقامت بجرائم عدة في داخل سوريا. سيد فايق دلو المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من برلين.